في 2030 أرى نفسي طبيبة عظام أخدم ديني ووطني، أعمل في مدينة المستقبل والتقدم العلمي والأحلام نيوم. معي حقيبة مميزة فيها جميع الأدوات التي يحتاجها طبيب العظام بإذن الله. في مؤتمر مبادرة مستقبل قال أمير الشباب وملهمنا وقائدنا إلى المستقبل محمد بن سلمان: سنجمع المبدعين والموهوبين من كل أنحاء العالم لصنع شيء مختلف. وأقول لأميرنا: بإذن الله سأكون منهم وأصنع شيئا مختلفا لتحقيق رؤيتك. وأفتخر بمشاركتي في منتدى مسك العالمي لتمثيل المملكة العربية السعودية كأصغر مخترعة سعودية من بين عدد من الدول في جلسة حوار 2030. أثناء حديثي مع أحد الأطباء أخبرته برغبتي في التخصص بطب العظام، فأبدى استغرابه وأخبرني بمعلومة مثيرة وهي ندرة الطبيبات الإناث في تخصص طب العظام. أحسست بالحماس أكثر وأكثر لخوض هذا التحدي وزادني إصرارا. ولا أنسى الداعمين لي هم أمي وأبي والأستاذ أمل العجالين والأستاذ الهنوف القبع، وشكرا. شلون جتك يا كادي فكرة انك تخترعين القلم المضيء؟ كم كان عمرك؟ بداية زرت معرض ابتكار لعام 2013 ومررت على كل مخترع ليشرح لي اختراعه. طبعا ما فهمت كل شيء لان ذاك الوقت كان عمري 4 سنوات. طلعت من المعرض وانا افكر ليش ما اصير مثلهم، يعني ليه ما اصير مخترعة مثلهم. رحت ابحث عن ادوات الاختراعات البسيطة مثل المفتاح والدراجة والسكين، وكنت أشوف الاختراعات على اليوتيوب. بعدها جتني فكرة الجهاز للمكفوفين، هو عبارة عن جهاز يميز المكفوفين الألوان، اللون الأسود، ويساعدهم على اختيار ملابسهم. بعدها زرت معرض ابتكار لعام 2014 وخلال جولتي رأيت مثل فكرة اختراعي. أحبطت طبعا وخرجت من المعرض وتعرفت زعلانة. ايوه انا زعلانة، وقلت بإذن الله مرة ثانية راح اسجل براءة اختراع. اشتركت في عدة دورات مع مجموعة بناء المفكرين، هي دورة كيف اكون مخترع ودورة الروبوت ودورة الكهرباء. دورة كيف اكون مخترع طلبوا من كل مخترع تقديم فكرة اختراع. رجعت للبيت وانا افكر أنا وش أبغى أصير في المستقبل، ممكن أخترع شيء يساعدني في مهنة المستقبلية. فكرت وقلت أول شيء أنا بصير طبيبة عظام، لكن أنا بصير طبيبة عظام أتنقل في بيوت الفقراء، وأهم جهاز أنا أحتاجه هو الأشعة، هو اللي يعني راح يشخص الحالة. فقعدت أفكر لين جتني فكرة كيف أصغر الجهاز، يعني ليه ما أخليه أصغر من الأشعة. بعدها جتني فكرة المكتشف المبدئي لكسور العظام، وهو عبارة عن قلم برأس أشعة ضوئية وشاشة رقمية وزر تشغيل. إذا أحسست بأي ألم في اليد أمرره ويخبرني هل يوجد كسر أم هشاشة أم رضو. كم كان عمرك يوم اخترعت القلم؟ 8 سنوات. كان 8 سنوات. طيب أنت خلاص بعد الاختراع هذا راح تخترعين شيء ثاني ولا يعني وش فكرتك؟ وش ناوية تخترعين؟ بإذن الله ناوية أخترع اختراعات جديدة، وأبغى يصير عندي حقيبة فيها جميع الأدوات التي يحتاجها الطبيب اللي يتنقل في بيوت الفقراء، وتكون هذه الحقيبة اللي فيها جميع اختراعاتي وسيلة لي للحصول على جائزة نوبل وجائزة الملك فيصل. ما شاء الله. أنت قبل شوي كنت تقولين يا كادي أنه أنت مهنة المستقبل تبين تكونين طبيبة عظام، ليش اخترتي هذه المهنة وكيف بتصيرين طبيبة عظام؟ اخترت هذه المهنة لأني كنت أشوف أنه الكثير من الأطفال يعني والناس، وخاصة الناس اللي يقربون لي، يعني كانوا يشربون مشروبات غازية ومن هذه الأشياء. فأنا قلت ليه ما أنا أصير أوعي الناس على هذا الشيء، بحيث أني أصير طبيبة عظام أعالج الناس، يعني يكون عمل تطوعي ومو بس طبيبة عظام، يعني ممكن يعني أنصح الناس بترك المشروبات الغازية.
طيب انت لما كنت طفله، يعني في الابتدائيه اول وثاني وفي الروضه، كيف كانت حياتك؟ وش كنت تسوين؟ كيف كنت تنظمين وقتك؟ كيف صرتي مخترعه الحين؟ وش الاشياء اللي سويتيها وانت صغيره بعدين صرتي مخترعه؟ اولا كان عندي جدول انظم في وقتي، اخلي وقت مثلا للاكل، وقت للعب، وقت للمذاكره، وقت للقراءه، وقت للنوم، وقت للسباحه، يعني كان عندي جدول انظم في وقتي. وكنت ايضا اقرا وابحث واستكشف وكثير اسال، الحمد لله كانوا اهلي يجاوبون علي هذه الاسئله. وكنت اشترك ايضا في دورات واروح معارض فعاليات مثل معرض ابتكار ومن هذه الدورات. طيب وش الشيء اللي تبين تقولينه للأطفال عشان يصيرون مخترعين؟ وش الأشياء اللي لازم يسوونها عشان يصيرون مخترعين ويصيرون أذكياء زيك؟ أول شيء لازم يصيرون عندهم تنظيم الوقت. تنظيم الوقت يعني عشان ينظم أصلاً وقتهم وحياتهم، ما يصير متراكم عليهم الأشياء. يصير يعرفوا وش يسوي، وأيضاً ممكن يدخل دورات. وأهم شيء البحث عن أشياء، إذا كانت عنده مشاكل يحاول يحلها بنفسه، يعني مثلا أنا عندي مشكلة أحاول أحلها بنفسي عشان ممكن منها أتوصل لاختراع. أدخل دورات، أزور فعاليات وأسأل يعني. طيب أنا ينفع أصير مخترع ولا خلاص لازم أكون صغير عشان أصير مخترع؟ هو الاختراع ما يقارن بالعمر، يقارن بال يعني ال يعني قد إيش أنت يعني عندك مشاكل، يعني كثرة المشاكل اللي تجيك ممكن تطلع منها فكرة اختراع. خلاص أنا وأنت نخترع مايك ولا كاميرا، خلاص؟ إن شاء الله. يعطيك العافية.